مصر تعلن الحرب على إمبراطورية التوك توك. ما هو التوك توك عمل مشكلة كبيرة في بلدنا. صحيح والله. التوك توك عمل مشكلة كبيرة جدا في بلدنا. تلك المركبة الصغيرة التي هبطت على مصر من الهند على حين غرة من أهلها وغفلة من الحكومة عام 2005 لتحتل شوارعها فتسير بلا هدي ويقودها أطفال لم يتجاوزوا 9 وأحيانا خارجون عن القانون يعيثون في الأرض فسادا. قرار الحكومة بإلغاء التوك توك نهائيا واستبداله بسيارات ميني فان جاء بعد أكثر من 15 سنة على وجوده في الشوارع المصرية. حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فأكثر من 3 ملايين توك توك تسير بشوارع مصر وفقا لإحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، منها 99,000 فقط لها أوراق مرخصة. جلسات بالبرلمان وصولات وجولة بالصحافة ومناشدات من المحافظين وشكاوى من المواطنين بضرورة إيجاد حل لمشاكل التوك توك. هذه ظاهرة تسيء لمصر وتسيء للوجه الحضاري اللي احنا بننشده لبلدنا ولابد من إلغاءه تماما. فمطالبة بالسماح بالترخيص وأخرى مع حظر المركبة تماما. مش قنبلة مضبوطة، قنبلة متفجرة في كل لحظة من اللحظات. الغضب بلغ ذروته بعد انتشار الجرائم، فالعنصر المشترك في معظمها هو التوك توك. حوادث قتل وسرقة واغتصاب وخطف وإتجار في المخدرات وتعطيل للمرور. والأجهزة الأمنية لا تتمكن من الوصول إلى الجنات، فمركبة ذات لون وشكل واحد دون لوحات تميزها تساعد المجرمين في الإفلات من قبضة العدالة. فأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري توجيهات نهائية بإلغاء التوك توك لإحلال سيارات المينيفان الآمنة والمرخصة. ملايين المصريين أصيبوا بالقلق، حيث يعتبر التوك توك أحد أبواب الرزق للعديد من الفئات المهمشة في العشوائيات المصرية، لكن الحكومة تحاول طمأنتهم. فخطة الحكومة تعتمد على تسليم مالك التوك توك لمركبته وتسليم سيارة المينيفان. نظام تسهيل في الدفع هيسدده على عدة سنوات وبقرض ميسر. يصل سعرها لضعف سعر التوك توك بقرض ميسر، وستعمل الحكومة على تمويلها. قد يتساءل البعض ما هو مصير 3 ملايين مركبة، هل سيتم التخلص منها أم إعادة تدويرها؟ استخدامه كخردة يمكن أو حديد، لأنه خلاص مش هيستخدم يعني. وماذا عن مصانع تجميعها في مصر؟ مصنعي التوك توك لا هيطلب منهم البدء في تحويل خطوط إنتاجهم من إنتاج التكاتك إلى إنتاج هذه الميني فان. السيارات الجديدة لها مردود إيجابي كونها حضارية ومرخصة وآمنة وتوفر في استهلاك الوقود، لكن هل تنجح خطة الحكومة في القضاء على إمبراطورية التوك توك؟ محمد الزمزمي، إيرام نيوز.